ينضم إلينا من بكين الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين. أهلا بك دكتور شاهر. برأيك كيف تقيم هذا التصعيد بين الكوريتين في هذا التوقيت تحديدا؟ طبعا صباح الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة أعتقد أنه لا يمكننا فصل المشهد الذي يجري بين الكوريتين عن التوترات التي تجري في منطقة بحر الصين الجنوبي أو الحرب في أوكرانيا أو ما يجري في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن المشهد متكامل اليوم. سبب هذه التوترات، كل طرف يرى أن الطرف الآخر هو السبب. أعتقد السبب الحقيقي لأي توترات في المشهد الدولي لو تأملنا فيه هو التواجد الخارجي، بمعنى التواجد الأمريكي في هذه المنطقة. عسكرت منطقة بحر الصين الجنوبي محاولة إدخال دول هذه المنطقة في تحالفات مع الولايات المتحدة، الاستمرار في المناورات الدورية بين الولايات المتحدة وهذه الدول هو ما يقلق دول المنطقة. أما بالنسبة لكوريا الشمالية، أعتقد أن هذه ليست التجربة الأولى خلال هذا العام، ربما أصبحت هي التجربة الخامسة. ثم أن صواريخ كروز هي ليست صواريخ محظورة، يعني بالنسبة حتى للعقوبات الدولية التي تفرض على بيونغ يانغ، هذه الصواريخ ليست محظورة، المحظورة هي الصواريخ البالستية. أيضا هناك مشكلة حقيقية، بمعنى أن الولايات المتحدة ترفض مراجعة العقوبات التي تفرض على كوريا الشمالية. أننا فرضنا هذه العقوبات ويجب أن تبقى هذه العقوبات مدى الحياة أو تاريخية طالما أن هذا النظام موجود في كوريا الشمالية. إذن هذه مشكلة، وهذه ما تدفع كوريا الشمالية إلى ما يجري أعتقد اليوم. وكوريا الشمالية أيضا لها وضعها، أنها اليوم تشعر بالقلق من كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية تحاول أعتقد تفخيم المشكلة لأنها تسعى للحصول على السلاح النووي من قبل الولايات المتحدة. نحن نعرف أنها كانت تحت حماية المظلة النووية الأمريكية، الآن هي تريد امتلاك السلاح النووي، لذلك أيضا تضخم مخاطرها من مما يجري في بيونغ يانغ. أعتقد أن العالم كله يسير إلى سباق تسلح وربما إلى سباق تسلح نووي. نعم، ربما أشرت إلى نقطة مهمة بأن الصراع في الأساس هو صراع خارجي، سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بإجراء تعاون عسكري ما بينها وبين كوريا الجنوبية واليابان، في المقابل أيضا هناك الصين وروسيا. إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الصراع بين القوى الكبرى في هذه المنطقة، خاصة وأن هذه الدول تشكل عاملا كبيرا في الاقتصاد الدولي، ربما اهتزاز وتوتر العلاقات والذهاب إلى صراع عسكري سيهدد العالم ليس فقط هذه الدول؟ أعتقد هذا الصراع مستمر الآن طالما أن شكل النظام الدولي القائم حاليا لم يعد يعكس توازنات القوى الموجودة اليوم. هذا النظام صيغة بعد الحرب العالمية الثانية، عكس قوة الدول التي كانت موجودة في ذلك الوقت. اليوم أصبح هناك توازنات قوى جديدة، أصبح هناك دول غير قانعة يمكن أن نسميها، وأصبحت الدول المسيطرة على النظام الدولي أيضا هي دول لا تتمتع بالقوة المطلوبة منها، مثلا الولايات المتحدة التي نحن نعيش اليوم نظام أحادي القطبية، لكنه لم يعد أحادي القطبية الصلبة، أصبح نوع من أحادية القطبية المرنة أو ذات الليونة التي تعكس هذا الحراك الذي نجده في المجتمع الدولي. إذا نحن نعتقد أن هذه المشكلة تسير، لكن كيف سيتغير النظام الدولي؟ هل سيتغير بالقوة ومن خلال حرب عالمية ثالثة أم سوف يتغير بطرق سلمية؟ أعتقد أن تاريخ الولايات المتحدة لا يعطينا أي انطباع بأنه يمكن إجراء أي تغيير سلمي، وربما هو اللجوء إلى الحرب هو الخيار الوحيد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين، شكرا جزيلا لك.